حياكم الله معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج مبدعون، وأنا للأمانة مستمتع بتصوير هذا البلوك من الحلقات، لأن الشباب الكويتي اللي قاعدين يطلعون وياي أنا قاعد أستفيد منهم شخصياً، والشباب الكويتي اللي قاعدين يطلعون وياي خذوها بذراعهم ووصلوا إلى مرحلة جميلة جداً. أحدهم ضيفنا اللي اليوم راح يكون ويانا، أكاونته مميز بإنستغرام، وأنا أسوي الحركات السنيكي هذه، أدش طالع صورة وحركة المعروف لا يعرف، راح تعرفونه معاي من بعد هذا الفاصل. رجعنا نتواصل معاكم مرة ثانية، وضيفنا لهذه الحلقة المصور المبدع تبارك الله معروف جدا أخونا عبد الله الشيرازي. حياك الله، نورنا ومشرفنا، وشرف لي اليوم أن أنا التقي بهذه الموهبة وهذا الابداع الكويتي. تسلم تسلم، ما تقصر، شرف لي حبيبي. مبارك عليك شهر، يعني عليك تغبر طاعتك. شلونك مع الصيام؟ تمام الحمد لله. ترى انقذني يا جماعة، كنا قاعدين نصور احد الحلقات برا وبرد، كان اعطاني بلطوة وضحى، وهذا هو الايثار الكويتي، هذا هو الكويتي. مشكور على البلطو حبيبي، الله يسلمك. عبد الله اللي يشوف اكاونتك يشوف اكاونت محترف جدا تبارك الله، يعني المرحلة اللي انت وصلتها مرحلة كبيرة جدا بالنسبة حق المصورين الموجودين عندنا هنا بدولة الكويت. ما أحب الأسئلة التقليدية بس لازم أسأل هذا السؤال، متى كانت البداية وين كانت شرارة الانطلاق؟ البداية كانت 2012 تقريبا، بداية السوشيال ميديا، بداية قاعة السوشيال ميديا، يعني بداية الانستغرام. اي بداية الانستغرام. حلو. كنت أصور بنية التوثيق أكثر شيء. حلو. وقاعد أحاول أن أتعلم، طبعا وقت حزتها الانستغرام أو السوشيال ميديا مو قوتها نفس الحين، فالواحد شوي صعب انه يتعلم، يعني مو نفس الحين قاعد تشوف في السوشيال ميديا ابداع تبارك الله، ابداع اي ما شاء الله، صار الحين التنافس اكبر يعني. حلو. فالواحد شوي شوي تعلم، شوي شوي يعني علاقات، راح دورات ورش، تعلم من مصورين اساتذه، لين طور من نفسه على قولتهم، سلمه سلمه لين وصل مرحله معينه صار راضي عن نفسه. يعني حلو، راضي عن نفسك، بس احنا نبي اكثر واكثر إن شاء الله. غير الجمال هذا اللي قاعد نشوفه بصورك، نبي اكثر ان شاء الله واكثر. اليوم انت تميزت بالفوتو، انزين تميزت بالفيديو، وانتقلت الى الدرون. الدرون صعب جدا، زاويه غلط تطلع سوء الصوره، زاويه صح تطلع جماليه المنظر كله. اكيد طبعا. فبيك تسولف لي عن دنيا الدرون. الدرون عالم ثاني، درون يعني تشوف، قاعد تشوف المناظر بزاوية مختلفة عن اللي قاعد تشوفه يعني بالحياة الطبيعية. حلو. انت ممكن تروح دوامك كل يوم قاعد تشوف الطريق نفسه، بس لما تشوفه من فوق غير، تشوفه غير، تشوف المنظر حتى الديرة نفسها تشوفه من فوق غير. حلو. فيعني قاعد كل ما تطير انت قاعد يصير عندك فكرة جديدة. حلو. زوايا جديدة من نفس المكان، قاعد تطير نفس المكان مثلا، خلينا مثلا بالديرة او برج الحمراء مثلا او اي ابراج في الكويت، تحبون الضباب والغطيطه هذه لما تصير درون يطلع درون ينزل، صح؟ حرب النجوم فوق. حرب النجوم فوق. على طاري حرب النجوم، ها حركتي هذه، الصوره بشوفها هني، عندك صوره مشهوره جدا. اي هذه الصوره اللي قاعد نشوفها هني. هذه صوره بالدرون، سويت التكنيك يسموه لايف بيتنج. الافكار المبتكره هذه اللي انت قاعد تطلعها اخوي عبد الله الشيرازي، من وين يجيك الالهام؟ يعني تبارك الله، شلون تقول انا ابي اصور الصوره هذه؟ والله يعني التغذيه البصريه طبعا، لا مصور لما يبي يبدع بشيء او يبي يفكر فكره جديده او يبي يغير عن المألوف الناس اللي قاعد تشوفه، يعني تغذيه بصريه، السوشيال ميديا، اليوتيوب، فليكر. كنا تحبون فليكر وايد. فليكر اي بس من زمان، يعني من زمان هذا قديم، طاغي الحين الانستغرام طغى على فليكر. ناس وناس يعني تشوف المنظور، ناس تشوف المنظور هذا، لان خصوصا فليكر بس صور، الانستغرام عندك فيديو، صور، فيديو، صور، صوت، كل شيء، كل شيء قاعد تشوفه بالانستغرام. حلو. اليوم قمنا نشوف المصورين اللي بالانستغرام تبارك الله على منصات التواصل الاجتماعي، يعني المشهورين يعني مثلك وشرواك اخوي عبد الله، انزين قاموا يتعاونون مع شركات، مؤسسات، هيئات حكوميه، دول، انزين لتوفيق، خلنا نقول الجماليات الموجوده في هذه الديره، لتوفيق مشاريع من نوع معين، لتوفيق مطار جديد قاعدين بني او غيره من هذه الامور. مدخل حلو دخل حياتكم، خلنا نسولف عنه. اي بالنسبه للدرون صار في زوايا مختلفه، يعني مثلا انت بتصور منتج، حلو، تصور مثلا خلينا نقول مطعم مثلا، حلو، تقدر تصور انت بالكاميرا، تصور الاكل، تصور المنيو، تصور ايا كان، تقدر تصور المكان نفسه، اللوكيشن، شلون الناس يعني تدل المكان عن طريق الدرون، الشارع الفلاني تروح للمكان الفلاني، صار هم من باب رزق للناس اللي تصور الدرون. حلو. عشان يورونك اللوكيشن، الناس هم يعني قالت الناس تدور اللوكيشن جوجل ماب، يعني جوجل ماب، لان كل شوي يطلع لك ما شاء الله مشروع جديد ومكان جديد،
فاللوكيشن هم يساعد يعني. راحت ايام ثاني لفه بعد الجسر، روح ما شنو الدوار سيده، هذه راح كل الناس للحين كلها جوجل مابس، في ناس للحين محافظين على الكلاسيكيه الحلوه هذه. انزين نتكلم عن التطوير، ما ابي اقول تطوير مهني كثر ما هو تطوير في الموهبه. شلون اليوم عبد الله الشيرازي يطور من موهبته؟ بالنسبه لي انا او بالنسبه حق اتوقع اغلب المصورين، تغذيه بصريه اول شيء، حلو، الورش والدورات، واهم شيء الواحد يصور يعني، مو بس انه يشوف وبالاخير ما يضبط وعادي تغلط عبد الله. اكيد طبعا، يعني انت ممكن تصور صوره الحين او صوره قبل 10 سنين مثلا، حلو، عدلتها قبل او مثلا شفتها بطريقه معينه قبل، بعد ما طورت من نفسك وشفت يعني صور، صار عندك تغذيه بصريه، تعلمت اشياء جديده، تطبقها على صوره قديمه ما في مشكله، حلو، راح يطلع لك صوره غير عن الصوره اللي انت سويتها يعني قبل. حلو، فهذا يكون نوع من انواع التطور. اليوم مهم انه اللي يصور يعرف ايضا برامج المونتاج، برامج الايديتنج وغيره من هذه الامور، فالموضوع بحر ودراسه. زين في ناس تقول عوار راس، ابي صوره طبيعيه، وفي ناس تقول لك لا ابي اعدل على اللي ضائع، ابي اشوف جماليه بالصوره، ابي احط ايتمز مثلا حق مطاعم حق غيره من هذه. هو هذا يرجع على نظره المصور نفسه. حلو، يعني ممكن مصور يحب هالشيء هذا، ممكن مصور يعني مساله ذوق الاخير. صحيح، يعني تصوير بالاخير فن وذوق. حلو، لما الواحد يبي يصور صوره معينه بيطلعها بهالشكل هذا، شخص ثاني بيصورها بس بيطلعها بصوره ثانيه، يعني ممكن لوكيشن واحد اربع خمس مصورين يصور نفس الشيء قدامنا، مثلا الحين انت هاشم قدامي، حلو، اصور يعني خمسه قاعدين يصور، كل واحد يصور بطريقه مختلفه، طريقه مختلفه الثانيه. حلو، واليوم ياك كلاينت وأذاك، انت ببالك تطلع صوره جماليه بطريقه معينه، هو مو فاهم الشغل اللي انت تسويه، شلون تعمل وياه؟ اتفق معه قبلها، اتفق معه انه راح يطلع معك تي تي تي، اوري النتيجه اول شيء، اذا راضي عنها راح اكمل عليها، اذا مو راضي عنها الاخير هو اللي بالشغل مو انا، هو اللي بالشغل. اذا بحط باكاونتي انا هني ذوقي. حلو، لما الواحد يحط شروطك، اي حط شروطي اكاونتي. حلو، اذا كلاينت يبي شيء هو صاحب المشروع او صاحب يعني الاكاونت اللي بيحط فيه الصور او الفيديوهات، هو يحط شروطه يعني. حلو، يعني اقول له اقدر اسوي كذي ولا ما اقدر. حلو، بعد الخبره الجميله هذه وبعد البلط الحلو اللي دفعنا، شنو النصيحه اللي حاب انك تقدمها قبل ان نختم حلقتنا عبد الله؟ اهم نصيحه اللي هي التغذيه البصريه. حلو، وكثرة التصوير، يعني دائما علاقاتهم عندنا بالكويت مواسم، يعني خصوصا بالشتاء اكثر ناس قاعد تصور بالشتاء، الصيف يعني قله يعني شوي، بس هم تقدر تصور كل انواع يعني بأي جو تقدر تصور، أهم شيء يكون عندك الشغف هذا التصوير وتجربة شيء جديد. حلو، لا يعني لا مثلا تقول لا أنا أصور مثلا نوع معين من التصوير بقعد أنطر موسم هذا يجي عشان أصور. حلو، لا عادي استمر مارس. بالعكس حبيبي، نورتني وشرفتني حبيبي، راح أسوي له فولو، ترى أكاونته وايد حلو، شرف، يعطيك العافية للشرف حبيبي عبد الله الشيرازي. الله يسلمك، مشكور، كان معنا مبدع من عيال ديرتنا أخونا عبد الله الشيرازي، وأكاونته تبارك الله على الانستغرام كلنا شايفينه وشايفين الإبداع الجميل هذا. استغلوا وقتكم بشيء يعني يثمر عليكم ثقافة فكرية ويخليكم تعتلون بأشخاصكم بعيدا عن الكسل والخمول. في دراسة تقول، بس ماني متأكد إذا هي صحيحة أو لا، أن صار نسبة الخمول في المجتمع الخليجي عند الرجل الخليجي 61%، لما نخليها 0%، بأمان الله.